تتكون فصيلة الدم من جزء حرفي A و B و O وجزء إشاري سلبي أو إيجابي، والعنصر الذي يحدد التطابق أو الاختلاف هو الجزء الإشاري وليس الحرفي. ولمنع أي تأثير سلبي على الجنين لابد من تحديد فصيلة دم الزوجين. في حالة تطابق فصيلة دم الزوجين فهذا شيء إيجابي للجنين، ولن تكون هناك أي مشكلة من فصيلة الدم أثناء الحمل، وسيكون وضعه في أفضل حال. لكن إذا اختلف عامل ريزوس الأم عن الجنين، كأن تكون الأم سالبة وجنينها موجب، فهذا سيشكل مشكلة أثناء الحمل. وهناك 4 احتمالات لعامل ريزوس الطفل مع أمه، منها حالة واحدة فقط تمثل الخطورة. الحالة الأولى، إذا كان الأب موجباً والأم موجبة، فيكون الطفل موجباً متوافقاً مع أمه. الحالة الثانية، إذا كان الأب سالباً والأم سالبة، فيكون الطفل سالباً متوافقاً مع أمه. الحالة الثالثة، إذا كان الأب سالباً والأم موجبة، فيكون الطفل موجباً متوافقاً مع أمه. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا كان الأب موجباً والأم سالبة، فيكون الطفل موجباً مخالفاً لأمه، وهنا تكمن المشكلة، فالجنين حينها قد يحمل فصيلة دم إيجابية مشابهة لوالده، وهنا إذا لم تؤخذ الاحتياطات الضرورية، قد تتشكل أجسام مضادة تعبر إلى المشيمة، وتسبب انحلالاً لدى الطفل، أي تكسراً في كريات الدم الحمراء، وهذا قد يؤثر سلباً على الحمل اللاحق، في حال أن الجنين يحمل فصيلة دم إيجابية. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بخصوص فصيلة الدم؟ فبمجرد معرفتك بخبر الحمل يجب إجراء تحليل لعينة الأب والأم لمعرفة عامل الريزوس لهما، وفي حال كانت فصيلة دم الأم سالبة وفصيلة الأب موجبة يجب تطعيم الأم بالمصل اللازم والتي تكون بوصفة من الطبيب المختص. إلى اللقاء.